Hırkayı Şerif Camii İmam Hatibi Mustafa Uyar hocamız Allah mikrofona geldiler. Şimdi kendisinin o güzel derin sesini dinleyeceğiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana yuridu harthal ahireti nezid lehu fi harthi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الله جل جلاله. أم يقولون افترى على الله كذبا
صدق الله.